أهلا بكم في مرايا. بالنسبة لإيران الخمينية حتى قبل الخمينية، فإن توظيف أي وجود شيعي في أي بقعة من العالم هو من أساسيات السياسة الخارجية، ولتذهب حرمات الدول وأعراف العلاقات الدولية للجحيم. أو يحل القصة ذي وزير الخارجية بابتساماته، وزير الخارجية الظريف محمد جواد ظريف. الأنف الخميني لا يتوقف عن الشم والاندساس في أقاصي الأرض وأدانيها، فهو يعتبر الشيعة الإمامية الجعفرية بل حتى الفرق الإسماعيلية التي هو أصلا في الأدبيات الإمامية يكفرها، الفرق الإسماعيلية يعتبر، وحتى الزيدية تكفر الإمامية، يعتبر كل من له رائحة صلة بالتشيع هو ملك للمرشد الخميني وأدوات في مخزن الجمهورية الإيرانية. أدغال أفريقيا، أصقاع سيبيريا، حيث يوجد شيعة أو لا يوجد حتى، مثل ما هو الحال في أفريقيا السمراء، تزرع البذور الشيعية باسم أنها مراكز ثقافية، مراكز إيرانية ثقافية، ثم تتحول هذه البذور الشيعية مع الوقت إلى مزارع للثورية الخمينية. في المغرب العربي حيث بلاد المالكية وتصوف الإمام الجنيد السني المعتدل، وحيث مشايخ السنوسيين السلفيين، وحيث الزيتونة والقيروان وجامع القرويين، بلاد علال الفاسي والطاهر بن عاشور وشيخ الجزائر عبد الحميد بن باديس، المغرب والجزائر وتونس وليبيا، في كل هذه الأماكن وحول كل هذه الرموز نجد إلحاحا خمينيا على اختراق الجسد المغاربي المالكي السني الهوى. إلحاح دفع مملكة المغرب نفسها إلى إغلاق بعض المراكز التابعة ولو بشكل خفي للثقافة الإيرانية الشيعية، كما جرى عام 2008 حين أصدرت السلطات المغربية قرارا بحل حزب يسمى حزب البديل الحضاري. وكان من الأسباب الرئيسية لحل هذا الحزب حينها، وهو لم يعلن لكن معروف، وهو حزب أسس عام 2005، ميول هذا الحزب إلى التيار الشيعي. المغرب قطعت العلاقات مع إيران في فبراير 2009 بسبب التدخلات الإيرانية في المغرب ودول الخليج، خاصة البحرين التي لا يتوقف الدجل الخميني عن ادعاء تبعيتها للجمهورية الخمينية، جمهورية المرشد. في مارس 2009 دولة المغرب أغلقت ما يسمى بالمدرسة العراقية التكميلية في الرباط، وكان السبب الحقيقي لذلك هو نشاطها الشيعي ظاهرا الخميني باطنا. ربما شجع النظام الخميني على هذا الغزو للمغرب العربي سماحة أهل أفريقيا العربية تجاه الآخر، محبتهم لآل البيت، فأسرة الحكم المغربية تنتمي أصلا للفرع الحسني الهاشمي، وآل السنوسي هم أيضا من الدوحة العلوية. أيضا ممكن مما شجعهم على ذلك هو حب سكان شمال أفريقيا للتصوف بكل درجاته، وربما أيضا عدم وجود يعني أصل تاريخي للشيعة كمكون اجتماعي في بلدان المغرب العربي، وعليه يسهل ربما خداعهم بشعارات مضللة تخفي الهدف الحقيقي. ربما كل هذه الأسباب مجتمعة أسالت لعاب المخطط الخميني، ولكن الآن ورغم وجود اختراقات يسيرة في المجتمعات المغاربية، تيقظ القوم وعلموا ماذا وراء الأكمة الخمينية. التشيع بالمعنى التقليدي التاريخي معروف، محلاته أماكنه معلومة ولا ريب في أحقية المنتمين له باعتناقه، لكن نحن نشير هنا إلى غزو سياسي سلطوي برداء مذهبي ثقافي، أي أن إيران تتعامل مع المذهب الشيعي والشيعة كملكية حصرية تخدم في النهاية مصالح إيران الأم. هذا هو المرفوض وهذا هو العدوان. لاحظوا، نحن لا نتحدث عن الشيعة كمجتمع ولا عن التشيع كمذهب، بل عن النشاط الخميني التبشيري الذي يغطي النية السيئة للغزو والتخريب، نشاط لم يتوقف إلى قريب كما جرى في الجزائر. الذي نرفضه هو التبشير الشيعي. التبشير الشيعي هي إرادة إحداث كتلة تخالف المنظومة الدينية في الجزائر، وهذه الكتلة التي تخالف المنظومة الدينية نخشى أن تكون لها تبعات سياسية وأن تأتمر بأوامر لا نعرف من أين تأتي. وعندما نلاحظ بأنه في بعض الولايات يتعمد أن يوضع وجها لوجه التبشير الشيعي مع التبشير المدخلي أو التكفيري، نعلم بأنه يراد أن يوضع النار أمام البارود. الجزائر لأنها ترفض أن تعيد كرة استعمال الدين من أجل تحطيم بنائها ومن أجل تمزيق تماسكها الاجتماعي، ترفض اليوم أن تقسم باسم الطائفية وباسم الحزبية. نشاط الغزو الخميني ربما يلاحظ بشكل أكثر في تونس بشكل أوضح، له ثمرات بينة، ولذلك تفسير
في تونس سنتحدث عنه بعد قليل. يعني لماذا تونس؟ شو نقول لك انا يعني اذا كان الامر يتعلق بفلان تشيع اي انه اصبح يعتمد ضوابط المنهج والمذهب الشيعي، اقول اذا كان الامر يتعلق بفرد فهذا يمكن يكون مقبول، اما اذا كان الامر يتحول الى ظاهره جماعيه فانه يصبح انذاك مثارا للسؤال، هل نحن يعني شيعة عرب؟ يمكن ان تكون شيعيا لكن ان 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 تكون في خدمه الامه التي تنتمي اليها وانت عربي اذا، اما ان تكون يعني شيعيا مواليا لقوميه اخرى فهذا يطرح سؤالا كبير. يعني هل تتهم جهه معينه في قضيه التشيع في تونس؟ اي انا اسال، احنا لم يكن كانت عندنا شيعة في القيروان، كانت المهديه عاصمه الشيعه وانتهى امر الشيعه في المنطقه. الان تلاحظ ان هناك وكان هناك عوده، ومن يقوم بهذه العوده؟ انا اسال ما المصلحه؟ نحن مسلمون ونحن سعداء باسلامنا السني المالكي. حسب توقعي التفسير الاول لهذا التركيز الخميني على تونس والتفسير الاقرب زمنيا يعني هو تولع رموز من إسلاميي تونس أبناء حركة النهضة كما هو اسمهم حاليا بالتجربة الخمينية، والنظر إلى هذه التجربة بوصفها مصدر إلهام لفكرة الثورة الإسلامية. هذا الكلام ليس تجنيا أو تأويلا لكلامهم، بل هو كلام رجال مشاهير من قادة حركة أو حزب النهضة كما هو اسمه حاليا. لا، بل هو كلام النهضوي الأول راشد الغنوشي. فلماذا يعني القولبة هذه، القالب الجامد نقدم الإسلام؟ فالثورة الإيرانية كسرت إلى حد كبير ذلك القالب العقدي الذي سجن فيه أو سجن فيه أنه كل المعارك طبيعتها عقائدية. لا، كثير من المعارك طبيعتها مش عقائدية، بل يمكن أن تكون بين المسلمين. الصراعات بين المسلمين لم تكن كلها من أجل العقيدة، بل أقلها ما كان من أجل العقيدة. الصراعات الدموية في تاريخ الإسلام كانت صراعات على السلطة، صراعات على الثورة، على الثروة، صراعات على المكانة. فهذه الصراعات القوالب التي تلقيناها خاصة من فكر سيد قطب لم تكن لتستوعب طبيعة الصراعات الدولية. ولذلك جاء فكر خميني ليقدم لنا إسعافات في الحقيقة، ليقدم لنا أطر يمكن أن نستوعب فيها جوانب من الصراع ما كانش مستوعبة. هذا التفسير الأول. أما التفسير الثاني يعني ليش تونس، فللتركيز الخميني على تونس، هو أن هذا البلد في قرون سالفة، قرون قديمة، شهد انطلاقة أكبر دعوة سرية شيعية ثورية في التاريخ، أقامت دولة كبرى مترامية الأطراف، أعني الدولة الفاطمية أو ما يسمى بالخلافة الفاطمية كما يسميها أتباعها، أو دولة بني عبيد كما يسميها كثير من المؤرخين. الإمام الأول المؤسس هو الملقب بالمهدي، ثم ابنه القائم، ثم ابنه المنصور، كلهم كانوا في تونس، يعني حكموا من تونس. أول من دخل منهم لمصر ونقل القوة إلى مصر هو الخليفة أو السلطان الملقب بالمعز الفاطمي، وحيث وجد يعني هذا التشيع الفاطمي، حيث وجد هناك نجد التكاثر الطنين الخميني. فما بالك وأن تونس فعلاً شهدت لحظات ثورة شيعية في غابر الزمان، يعني لو ما في شيء بتجي الخميني ما بالك وقد وجد هذا الشيء الذي أقام الدولة الفاطمية. بدأت الدعوة للدولة الفاطمية الشيعية في شمال أفريقيا في نهاية القرن الثالث للهجرة بعد الانتقال من الشام. شكلت قبائل كتامة البربرية النصيرة لهذه الدعوة، وأسس الفاطميون مدنا مهمة في تونس على رأسها المهدية سنة 300 للهجرة. في العام 358 للهجرة رتب الخليفة الفاطمي الثالث المعز لدين الله بشكل سري إلى انتقال الدولة إلى مصر وغزو الشرق السني وبث النفوذ الفاطمي. أخفقت الدولة الفاطمية رغم قوتها العسكرية وتطورها الاقتصادي والعمراني في فرض ثقافتها على المصريين وغيرهم رغم حكمها لعدة قرون.
سقطت الدولة الفاطمية سنة 559 للهجرة على يد صلاح الدين الأيوبي، وظلت ذكرى تاريخية يحاول بعض منظري التاريخ الشيعي في المنطقة استعادتها. على ذكر الدولة الفاطمية، تذكرون الرجل الغريب معمر القذافي؟ كان لديه حلم أن يعيد الدولة الفاطمية، كان يردد دائما الكلام ذا، رغم أنه هو نفسه ليس شيعيا، لكن هذه على كل حال هي طيف من أطياف العقيد الأخضر. ترجم ذلك لعلاقات خاصة مع الجمهورية الخمينية، وتلك قصة أخرى. معظم النار من مستصغر الشرر، ونية المبشر أو الداعية الخميني لا تلين، ومواجهتها يجب كذلك ألا تهنا ولا تلين. يروى عن الملك عبد العزيز أنه وجه بقوة كبيرة لمواجهة خطر أمني صغير، فقيل له الأمر لا يحتاج لتلك القوة، فرد قائلا: أنا أحتزم للثعلب بجلد الأسد. إلى اللقاء.